السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صانع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، ولازلنا في تغطية عروض السيف جاليري، العرض الأخضر، عروض نصف السعر، عروض اليوم الوطني في كل فروع السيف جاليري والمتجر الإلكتروني في كل فروع المملكة. الفيديو ده هنشوف فيه أطقم العشاء وأطقم السفرة، عروض حلوة جدا على أنواع كتير جدا موجودة، كلها نازلة 50%. ولكن في البداية بنبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان الذكر اللي احنا بنقوله دايما في كل فيديوهاتنا، هنقول سبحان الله وبحمده. أتمنى الناس كلها تقول معانا الذكر ونشوف الفيديو للآخر، وما ننساش اللايك والاشتراك في القناة. اللايك ده مهم جدا عشان ناس كتيرة تشوف الفيديو، حاجة سهلة جدا وانت بتتفرج كده اعمل لايك للفيديو. تعالوا نشوف عروض الأطقم السفرة. في هنا طقم سفرة منقوش او مشجر زي ما احنا شايفين كده، طبعا هو السعر بيختلف في أطقم السفرة باختلاف العدد، يعني كل ما العدد بيختلف كل ما السعر بيختلف. هنشوف بقى هنا يعني طقم سفرة أبيض منقوش، شايفين شكله عامل ازاي؟ 61 قطعة الأبيض المنقوش ده، 61 قطعة. شايفين القطع بقى هنا، أطباق صغيرة، وفي كمان من ضمن القطع اللي هو الأكواب زي ما احنا شايفين كده، والشفشف اللي قدامنا ده، يعني هتلاقي طقم سفرة كامل بقى، كل الحاجات اللي هي بتتحط على السفرة تلاقيه موجود في الطقم ده. الطقم ده كام؟ 61 قطعة. نازل من كام يا جماعة؟ من 1600، من 1600 نازل 800 ريال، او هنقول بقى من 1599 نازل 799.5. ده طقم سفرة 61 قطعة ابيض مشجر. في كمان هنا طقم سفرة كمان ابيض بنقشة وردة وخط ذهبي، 61 قطعة برضو. شايفين شكله عامل ازاي؟ شايفين الشكل بتاعه عامل ازاي؟ شكله حلو جدا. شايفين ده 61 قطعة برضو، نازل من 1499 ل 724.5، 724.5. كمان في نوع تاني هو ابيض نقشة وردة 62 قطعة، ده يعني بيختلف ان هو زيادة قطعة واحدة. نازل من كام؟ من 1499 ل 749.5، 749.5، ده اللي هو 62 قطعة. هوريكم بقى اشكال كتيرة جدا في اطقم السفرة، هنا هتلاقوها يعني اشكالها جميلة جدا، في اشكال حلوة جدا. في برضو هنا الشكل اللي قدامنا ده برضو طقم سفرة، برضو هنا ده ابيض نقشة 62 قطعة، نازل من 1300 ل 649.5. انا هقول يا جماعة يعني بدل ما انا اقول 1299 واحد هللة نازل 649.5 او 51 هللة، احنا هنقول نازل من 1300 ل 650، نصف السعر برضو. شايفين شكل الطقم يعني حلو جدا، حاجات كتيرة جدا يا جماعة موجودة، تفاصيل كتيرة جدا، 62 قطعة يعني عدد كبير جدا، هتلاقي كل حاجة موجودة، اكواب وجاكات اللي هو الجاك الزجاجي ده، وعليه زخارف حلوة، واطباق كبيرة وصغيرة، ومعالق، حاجات للشرب، حاجات كل حاجة يعني، 62 قطعة. تعالوا نشوف بقى في نوع تاني بقى، شايفين الجمال بقى، ده طقم صفرة كابتشينو مضلع، شكله مضلع، شايفين الشكل عامل ازاي؟ شكله مضلع هو بخط ذهبي، خط او خط مذهب، ده 51 قطعة، 51 قطعة، ده نازل من 1399 ل 699.5، 699.5. شايفين بقى القطع دي كلها، دي قطعتين اهو، وطبعا في معلقة وحاجات هنا بقى، اطباق باشكال مختلفة، 51 قطعة. هوريكم اشكال كتيرة جدا نازلة في اطقم العشاء، حاجات كتيرة جدا واشكال حلوة جدا وفخمة جدا، ده يعني نوع حلو جدا يعني. هنشوف بقى، شايفين لسه في حاجات كتيرة ما شفناهاش، هنشوفها مع بعضينا. خلي بالنا في حاجات برضو وصلت حديثا مش نازلة في العروض، حاجات برضو جميلة جدا
وصلت حديثا. طبعا هنا في برضو العرض اللي قدامنا ده، ده كمان هنا طقم صفرة ابيض منقوش ذهبي او مذهب، يعني في خطوط ذهبية كده. 77 قطعة، 77 قطعة. الطقم اللي قدامنا ده 77 قطعة، نازل من 1289، من 1289 نازل 644.5، 644.5، ده اللي هو 77 قطعة. شايفين بقى التفاصيل، التفاصيل يا جماعة حاجات كتيرة جدا اهو. كل الحاجات اللي انت محتاجها على السفرة هتلاقيها موجودة في الطقم ده، وسعره نازل من 50% اهو، من 1289 ل 644.5، 644.5. تعالوا نشوف برضو عروض تانية، في عرض تاني هنا برضو اهو، طقم سفرة فيكتوريا مكتوب عليه فيكتوريا. نقش برضو، نقش وردة ذهبي 166 قطعة. يعني بقى شفنا احنا 51 قطعة و62 و61، هنا ده 166 قطعة، 166 قطعة للبقى السفر الكبيرة بقى، في ناس عندها سفرة تكون كبيرة. ده نازل من 2847، 2847 الى 1423.5، 1423.5 بدلا من 2847. اتفرج بقى على الشكل بقى والحاجات اللي موجودة. حتى هنا في مناديل اهو، مناديل السفرة كمان، مناديل المائدة موجودة، كل الحاجات اللي انت بتحتاجها. يعني 166 قطعة، تفاصيل كتيرة جدا، تفاصيل كتيرة جدا جدا، زي ما احنا شايفين قدامنا اهو الشكل اللي قدامنا، حاجات فخمة وحاجات حلوة جدا. طقم سفرة فيكتوريا 166 قطعة، حاجات كتيرة. في كمان برضو هنا طقم سفرة برضو هنا، ده ابيض، ده 65 قطعة، 65 قطعة. ده نازل من 788، من 788 نازل 394. ده اللي هو قدامنا ده، ده اللي هو 65 قطعة. شايفين بقى التفاصيل اهي قدامنا، من اول الابريق للاكواب للمعالق للاطباق كبيرة وصغيرة. 65 قطعة، حاجات للشرب، حاجات يعني كل حاجة موجودة. للستاند كمان اللي هو تحط عليه طبعا مناديل المائدة، 65 قطعة، نازل من 788 ل 394، 394. أطقم السفرة يا جماعة هنا يعني حاجة حلوة جدا، حاجة حلوة جدا. كمان انت ممكن تقسط المبلغ على دفعات، 4 دفعات، حسب بقى. هنا بيقول لك في طمارة وفي تابي وفي مدفوع، ممكن تقسط المبلغ يعني لو المبلغ كبير. في هنا طقم سفرة برضو 65 قطعة، ده نزل برضو سعره كويس، ده نزل من 1200 او من 1199 ل 599.5، هنقول 1200 ل 600. شايفين بقى الشكل ده عامل ازاي قدامنا هنا، طقم سفرة 65 قطعة، نازل من 1199 ل 599.5، 599.5. ستاند المناديل، الفناجيل، المعالق، الملاحة بتحط فيها الملح، يعني الملح. في هنا الأبريق، حاجات للشوربة، حاجات كتيرة جدا، تفاصيل جميلة جدا وأشكال حلوة جدا. 65 قطعة ب600 ريال بدلا من 1200 ريال. شوف اللي بعده، وطبعا يعني انواع كتيرة جدا موجودة، انواع كتيرة جدا موجودة هنا. في 74، 64 قطعة كمان اهو، 64 قطعة، نازل من 1800، 1899 نازل ل 949.5. انواع كتيرة جدا. في نوع برضو هنا تاني، طقم صفرة هو دائري ابيض بخط ذهبي، 65 قطعة، 65 قطعة، نازل من 900، من 988، من 988 نازل 494، 65 قطعة برضو. احنا شوفنا 65 قطعة شفناها ب600، وفي هنا كمان ب494 بدلا من 988.
اشكال برضو حلوة جدا الشكل اللي قدامنا ده. في كمان نوع تاني هو 35 قطعة، نفس السعر برضو، من 988 ل 494، ولكن طبعا شكل مختلف، الشكل مختلف شوية، هو نفس السعر. شايفين بقى كله بقى بيختار على حسب شكل اللي هو بيعجبه يعني. يعني مثلا في الاطباق اللي قدامنا دي، ده نوع غير ده، ولكن هو السعر واحد والعدد واحد، السعر واحد والعدد واحد. في كمان هنا نوع ده 60 قطعة، 60 قطعة اللي هو قدامنا ده، نازل من 1799 ل 899 ونص، من 1799 نازل 899 ونص، طقم صفرة 60 قطعة. التفاصيل قدامنا والشكل قدامنا، حاجات جميلة جدا. في النوع بقى اللي قدامنا التاني ده، ده هو طقم صفرة، هو 65 قطعة، 65 قطعة، فيكتوريا أبيض، خطوط ذهبية، نازل من 1006. احنا اعتقد يعني شفناه ولا لسه ما شفناهوش. ده فيكتوريا ابيض خطوط ذهبية، 65 قطعة، نازل من 1600 ل 800 ريال او 799 ريال. ده كام؟ 65 قطعة. شايفين بقى، اتفرجوا بقى على الجمال. كمان في الستاند اللي قدامنا ده، في المعالق وشوك، حاجات كتيرة. اطقم صفرة بقى، اطقم صفرة، تلاقي كل حاجة موجودة، كل حاجة موجودة. في كمان هنا انواع كمان نازله، هي في نوع كمان نازل طقم صفرة ابيض نقش ورده، 77 قطعه، نازل من 1269، من 1269 نازل ل 634 ونص، اللي هو 77 قطعه، 77 قطعه. هم حاطين السعر كذا مره، ولكن هو طقم واحد يعني، اللي هو وردة ذهبية. او في كمان نوع تاني 77 قطعة برضو، ولكن ده طقم صفرة ابيض نقش سنبلة، نقش يعني عليه سنبلة. شايف رسمة السنبلة دي؟ نقش سنبلة ذهبي، ده 77 قطعة برضو، ده نازل من 1299، اللي هو عليه السنبلة ده، من 1209، من 1299 ل 649، يعني اقول من 1300 ل 650، ده اللي هو عليه رسمة السنبلة، برضو 77 قطعة. التاني ده اللي هو 77 قطعة، ده عليه طبعا نقش وردة ذهبية، ده عليه وردة ذهبية، اللي هي الوردة اللي قدامنا دي. ده سعره أقل شوية، اللي عليه الوردة الذهبية ده 77 قطعة، ولكن 1249 ل 624 ونص. والتاني اللي هو عليه السنبلة ده 77 قطعة، نازل من 1299 ل 649 ونص. شوف برضو هنا، في بالنسبة لأطقم الصفرة، برضو هنا في هنا طقم صفرة 65 قطعة. أنا بوريكم بقى الأشكال كلها يا جماعة، إن طبعا يعني أنواع كتيرة جدا. شايفين كل المعروض ده يعني أنواع كتيرة جدا، أنا بحاول إن أنا أوضحها لكم بالتفصيل. طقم صفرة برضو أبيض بخط ذهبي، 65 قطعة، نازل من 988 ل 494، 494. دي طبعا الاشكال دي كلها اللي قدامنا ده في الطقم اللي احنا شفناه. في كمان هنا برضو، شايفين الاشكال قدامنا عاملة ازاي، حاجات فخمة جدا. طقم صفرة برضو ابيض بخط ذهبي، 65 قطعة، نازل من 988 ل 494، 494. شايفين الجمال كله هنا موجود في السيف جاليري يا جماعة. هنا كمان طقم صفرة، طقم صفرة شكل ياسمين، شكل ياسمين منقوش برضو ذهبي، 65 قطعة، ده نازل من 1600، من 1600 ل 800 ريال، 1600 او من 1599 ل 799 ونص، 799 ونص. احنا كده شفنا يعني كل الاشكال اللي نازله، كل الاشكال اللي نازله انا وريتها لكم بالتفصيل وشرحتها ليكم، يعني حاجات حلوه جدا يعني.
طبعا احنا التراموس عملنا لها فيديو كامل، الناس اللي عايزة عروض التراموس عملنا لها فيديو كامل بكل الانواع اللي موجودة. نكمل بقى الفيديو، هنكمل الفيديو عروض الصواني، صواني التقديم. الناس اللي سألتني على عروض صواني التقديم، يا جماعة عروض صواني التقديم أنواع كتيرة جدا موجودة في صواني التقديم، اللي هي التوافريات، طقم توافريات، طقم توافريات من الاستانلس. اقول اللي قدامنا ده استانلس فضي منقوش بحافة ذهبية، 3 حبات، 3 حبات، نازل من 219 إلى 109.5، 219 إلى 109.5. شايفين طبعا ده يعني استانلس فضي منقوش بحافة ذهبية. واللي بعده ده برضو نفس السعر، هو 3 حبات برضو، طقم توفريات استانلس برضو مستطيل، بحوافي ذهبية، 3 حبات من 239، نازل برضو 119.5. أول واحد ده من 219 نازل 109.5، اللي بعده من 239 ل 119.5. في نوع تاني كمان، هو طقم توفريات من الاستانلس فضي لامع، بحوافي ذهبية، 3 حبات، نازل من 239 ل 119.5. شوف برضو هنا في تاني برضو طقم توفريات من الاستانلس فضي منقوش بحوافي ذهبية ويد ذهبي، 3 حبات، نازل برضو من 239 ل 119.5. حاجات حلوة جدا، حاجات فخمة جدا، حتى التوافريات شكلها جميل جدا. طقم توافريات من الاستانلس اللي هي البيضاوي ده، شكل بيضاوي ذهبي منقوش بيد، طبعا 3 حبات، نازلة من 259، نازل من 259 إلى 129.5، 129.5. كمان هنا برضو في عرض على طقم توافريات اهو من الاستانلس، مستطيل ابيض، بحوافي ذهبية، 3 حبات، دي نازلة من 219 ل 109.5. اتفرج على الجمال، جمال التوافريات وصواني التقديم. كمان هنا برضو شايفين بقى هنا ده طقم توافريات استانلس بيضاوي برضو، شكل بيضاوي، هو منقوش ذهبي بيد، 3 حبات، نازل من 299، نازل 149.5، 149.5. هنا كمان ده برضو طقم توفريات اهو استانلس دائري فضي منقوش بيد ذهبي، 3 حبات، نازل من 239 ل 119.5. في نوع نازل اهو طقم توفريات من الاستانلس فضي، لامع بيد ذهبي، فضي ولكن اليد ذهبي، فضي واليد ذهبي، ده نازلة من 199 ل 99.5، 99.5. طبعا في انواع تاني كتير موجودة ولكن مش عليها عروض، احنا طبعا اهم حاجة عندنا العروض اللي نازلة. في كمان من عروض التوفريات هنا طقم توفريات اهو، توفريات مستطيلة اسود، لونها اسود، ده بالحبة الواحدة على فكرة، دي بالحبة الواحدة، 27، المقاس بتاعها 27 × 52 سنتي، نازلة من 99 ل 49.5، 49.5. في كمان هنا برضو توافريات بيج زجاجية منقوشة برضو بالحبة، هنا دي نازلة من 99 ل 49.5. وكمان هنا برضو النوع اللي قدامنا ده برضو 49.5، كله ده 49.5، الحبة اللي قدامنا ده، كل ده اللي قدامنا ده بالحبة 49.5 بدلا من 99. الناس اللي طلبت مني يا جماعة تصوير التوفريات، بنصور لكم اهو التوفريات يا جماعة. فين اللايكات والاشتراكات والناس فين؟ توفريات بيضاوية زجاجية، المقاس بتاعها 32 × 52، دي برضو الواحدة نازلة من 99 ل 49.5، 49.5. برضو هنا دي برضو شكلها نازلة برضو، ولكن لسه مش حاطين السعر ولا ايه. برضو هنا في طقم توفريات خشبي، كمان هنا، هي
طقم توافريات خشبية دائرية وسط نزل الحبة من 97 ل 48.5. واللي قدامنا ده برضو توافريات خشبية برضو دي نازلة برضو 49.5 بدلا من 99. في هنا نوع تاني هو التوافريات ستانلس فضي بيد نازلة من 9 من الوحدة نازلة من 169 ل 84.5. 84.5 كل اللي هنا ده بالحبة الواحدة، وشفنا اللي هو بالتلات حبات. في برضو هنا طقم توافريات تقديم بلاستيك مستطيلة بني بيد دي نازلة من 59 ل 29.5 اللي هي قدامنا دي. في الأنواع التانية دي نازلة 74.5 بدلا من 149. 74.5 اللي هي دي 74.5. في كمان برضو الأنواع دي نازلة 59.5 الحبة بدلا من 119. الأنواع دي 59.5 بدلا من 119. في كمان شايفين التوفريات دي، شايفين الشكل ده، الشكل ده هنا هو توفريات تقديم بلاستيك مستطيلة بيد رسم فلامينجو مرسوم عليها فلامينجو، اهي رسم فلامينجو وحافة ذهبية نازلة من 59 ل 29.5 دي ب 29.5 الواحدة. وفي كمان انواع تانية هو اللي هي مرسوم عليها ورق شجر برضو 27 ريال دي توفرية استلس بيد. وفي نوع فضي وهي على شكل بيضاوي كده دي نازلة ب 59.5 بدلا من 139. 139 نازلة 69.5 نازلة 69.5. شفنا التوافريات والعروض اللي هي التلات حبات، وشفنا اللي هي الحبة الواحدة. في برضو المباخر نازل على انواع هنا، مباخر اهي برضو مبخرة من الاستانلس شكل حلزوني نازلة من 129 ل 64.5 من 129 نازلة 64.5. برضو هنا مبخرة من الاستانلس خط مستقيم، يعني في واحدة حلزوني وفي واحدة خط مستقيم ايا كانت بقى حلزوني. الحلزوني اللي هي قدامنا دي الخط المستقيم، ده الخط المستقيم وده الحلزوني. النوع ده من المبخرة طبعا نازل من 129 ل 64.5. 64.5. في هنا طقم مبخرة من الخشب بني صغير مبخرة صندوق توفرية تلات حبات، يعني تلات حاجات مع بعض، دي نازلة من 129 ل 64.5. طبعا دي عروض المبخرة والتمريات، مفيش غير اللي احنا شفناهم دول. تعالوا نشوف بقى عروض الفناجيل اطقم الفناجيل. هنا في هنا طقم فناجيل قهوة عربي ازرق 12 حبة ده نازل من 59 ل 29.5. 59 نازل 29.5 اللي هو الازرق اللي قدامنا ده. طقم فناجيل عربي 12 حبة ازرق 29.5 بدلا من 59. في كمان هنا برضو طقم فناجيل عربي مشجر 12 حبة برضو ده نازل من 79 ل 39.5. في برضو هنا طقم فناجيل عربي ابيض مشجر وعليه ورد كده ده برضو 12 حبة نازل من 79 ل 39.5. وفي كمان هنا برضو طقم فناجيل عربي منقوش، انا هوريكم كل الالوان في الفناجيل منقوش، وعندك اللون بتاعه بيج في ازرق في اسود نازل برضو ب 39.5 بدلا من 79 12 حبة برضو. في كمان هنا طقم فناجيل قهوة عربي ابيض منقوش 12 حبة ده نازل برضو 29.5 بدلا من 59. وكمان الالوان اللي قدامنا دي طقم فناجيل ابيض ده نازل برضو 29.5. شايفين الاشكال بقى عاملة ازاي يا جماعة؟ الفناجيل اهي برضو ده 39.5 نفس السعر يا جماعة. بص ده كله ده نفس السعر ولكن اشكال مختلفة. 39.5 ده شكل برضو، وده شكل كمان اهو 39.5 بدلا من 79. 12 طبعا حبة 39.5 ده شكل اللي هو البيج والابيض 39.5. تعالوا نشوف انواع تانية من الفناجيل. في انواع كتيرة جدا، يعني مثلا في طقم فناجيل زي كده اخضر مشجر وقاعدة ذهبية
ده نازل من 129 ل 64 ونص، 64 ونص بدلا من 129. في كمان ده 64 ونص، برضو 64 ونص. في هنا كمان فناجيل معاه صحن، فناجيل طقم فناجيل ومعاه صحن 12 قطعة، برضو ده نازل من 139 ل 69 ونص، 69 ونص اللي هو ده، طقم فناجيل 12 قطعة ومعاه صحن، يعني كل فنجال ومعاه الصحن بتاعه 139، نازل 69 ونص، 69 ونص. حاجات فخمة وحاجات حلوة جدا في الفناجيل. في كمان هنا طقم فناجيل اهو، ده في انواع نازلة كمان 44 ونص بدلا من 89. في فناجيل العصفورة دي اللي هي مرسوم عليها العصفورة دي 12 قطع، نازل من 99 ل 49 ونص. وفي نوع كمان طقم فناجيل قهوة عربي كمان هنا في عليه اللي هو المزغرف كده 12 قطع، ده نازل من 69 ل 34 ونص، 34 ونص برضو. في كمان هنا برضو نوع هو نازل فناجيل، فناجيل بصحن حلى، شوف الصحن شكله عامل ازاي، والفنجان عليه ورقة شجر 12 قطع، ده نازل من 99 ل 49 ونص، 49 ونص برضو. هنا برضو انواع من الفناجين نازلة برضو هنا من 39 ل 19 ونص، 19 ونص. في فناجيل هنا من غير عرض ب6 ريال، هنا ب6 ريال، يعني هنا في طقم فناجيل سيراميك 6 حبات سعره 6 ريال، قبل كده كان نازل 50% كان ب3 ريال، كان ب3، يعني كنت تلاقيه ب3 ريال. هو سعره هنا 6 فناجيل اهو من السيراميك سعره 6 ريال، السعر 6 ريال. وفي نوع كمان سعره 7 ريال، ده من غير عرض، ولكن هو مش نازل في العروض، يعني لسه مكملين في الفناجيل. فناجيل كتيرة جدا، مكملين في الفناجيل. في الفناجيل اللي قدامنا دي فناجيل قهوة، طقم فناجيل قهوة تركي بني معاه صحن 12 قطع، نازل 39 ونص بدلا من 79، 39 ونص بدلا من 79. في نوع اخضر وفي نوع رمادي وفي نوع بيج او بني، شايفين بقى هنا بقى ده طقم اكواب قهوة تركي، طقم اكواب قهوة تركي مزغرف اسود، نازل من 69 ل 27 ونص، 27 ونص. انواع كتيرة جدا من الفناجيل، شايفين بقى الاطقم الكبيرة دي، طقم فناجيل قهوة، شايف الاشكال اللي قدامنا دي نازلة من 199 ل 99 ونص، 99 ونص. الفناجيل الاخضر او الابيض ده واليد ذهبي كده رخامي 12 قطعة، نازل 199 ل 99 ونص. برضو هنا الطقم اللي قدامنا ده، ده شكل تاني برضو، ده نازل من 149 ل 74 ونص. شو احنا بنوريكم كل الانواع كل الاشكال كمان في الفناجيل دي. فناجيل هنا 6 حبات اهي، دي نازلة من 49، من 49 نازلة 24 ونص، يعني بتيجي زي شكل هدايا كده، دي تنفع ان هي تاخدها كهدية مثلا لحد، مغلفة بطريقة حلوة. في انواع نازلة ب17 ريال اهي، في نوع ب24 ونص، انواع كتيرة جدا في الفناجيل. طقم فناجيل كمان هنا قهوة كمان هنا، هو ده مع الصحن، شوف الاشكال عاملة ازاي، دي نازلة 34 ونص بدلا من 69، 34 ونص. في كمان 39، شايفين الاشكال اللي تحت دي، 39 ونص بدلا من 79، 34 ونص و39 ونص. فناجيل القهوة نازلة عروض حلوة يا جماعة، هنا 50%. طقم فناجيل رمادي بخط ذهبي مع صحن 12 حبة، نازل من 89 ل 44 ونص، 44 ونص. في اشكال تانية برضو الشكل ده جميل جدا، طقم فناجيل قهوة اخضر فاتح ومعاه صحن كمان من الستلس، صحن ستلس ذهبي 12 حبة، نازل من 189 ل 4
وتسعين ونص، 94.5، شايفين الأشكال عاملة ازاي؟ أشكال حلوة جدا يعني. احنا يعني شفنا كل أنواع الفناجيل اهو، شفنا الأشكال، أطقم الشاي دي، الأطقم دي مش نازل عليها عروض. برضو هنا كل ده بقى، البيلات، الكاسات دي كلها، الكاسات دي كلها طب مش شايف عليها اي عروض. في هنا برضو طقم البيلات، طقم البيلات هنا، طقم البيلات برضو نازل عروض. هنا في طقم نازل من 229 ل 114.5، ده 18 قطعة. طقم البيلات 114.5 بدلا من 229. طقم تقديم بيلات وفناجيل كريستال مع صحن 18 قطعة، نازل من 229 إلى 114.5. طقم البيلات دي كله، ده كله نازل عروضة. طقم تقديم بيلات زائد فناجيل كريستال مع صحن 18 قطعة، نازل من 229 ل 114.5، 114.5 اهو شايفين. طقم تقديم بيلات زائد فناجيل كريستال مع صحن 18 قطعة، من 229 ل 114.5. في كمان طقم البيلات اللي قدامنا ده، بيلات وفناجيل معاه سكرية، ده نازل، ده 20 قطعة، نازل من 299 إلى 149.5. وفي كمان النوع اللي بعده ده 94.5 بدلا من 119. في كمان هنا طقم شاي زجاجي مع صحن اهو، ده نازل من 119 ل 59.5، 59.5. يعني كده شفنا أطقم الشاي والبيلات الكبيرة دي، أطقم البيلات كمان اللي هي 18 قطعة، وشفنا الأنواع الكبيرة دي من أطقم الشاي والكاسات. نختم معاكم الفيديو، أتمنى الناس كلها تكون استفادت بالفيديو اللي احنا عملناه. وهنقول اللهم انك عفو كريم تحب العفو واعف عنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اتمنى الناس كلها تكون استفادت بالفيديو، تابعونا في باقي تغطيات عروض السيف جاليري، عروض قوية جدا، عروض اليوم الاخضر، اليوم الوطني، العرض الاخضر. اشوفكم بخير بقى، وتابعونا في الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.